قلت انه هيدي الاغنيه هي الاحب الى قلبك، شو العناصر او العوامل يلي بتخلي اغنيه محببه اكثر من غيرها من الاغاني لقلب اي فنان بغنيها ولا اريان بالتحديد؟ هو يمكن المفردات، باعتبار يمكن مثلا هي صوتك يكفيني، يعني واضحه صوتك يكفيني بلا شوف، يعني حتى لو ما شفتك فصوتك يكفيني. فيعني تعرفين حتى كثير ناس يتداولونها، يعني انه مثلا اللي ما يشوف حد يقول له زين بس بسمع صوتك، صوتك يكفيني. فصارت تهدى الكثير، يعني يهدوها لبعض. وفي نفس الوقت يمكن تكون ايضا عزيزه علي لانها هي الاكثر نجاحا عند الناس. صح. فيمكن اللي الناس حبوه اكثر صار اقرب لي اكثر اني انا اقدمه لهم، يعني دعم. ايوه يا معزل ديربي كان، يا معزل ما تدري يا معزل مدوم وجافي. صحيح. لمين بتعطي الاولويه؟ قلتي كلماتها بتكون اقرب لقلبك او لقلب اللي بيسمعوها وبالتالي بينشحوا الاغنيه، هل الكلمات او اللحن له الاولويه او الاثنين سوا كمان؟ كثير اشياء، يمكن انا فعلا هي المفردات، اللحن لانه كان دائما يعني يحبون الناس يرقصون عليها، وفي نفس الوقت محبه الناس لها يعني كاغنيه، يعني حبوها خلاص.